الأسبوع اللي فات على الانستجرام اكاونت بتاع الطب سهل حطينا صورة بنسأل فيها ايه اكتر اسئلة عايزين تعرفوا اجاباتها عن التمارين في رمضان، وفي الفيديو ده معانا 2 جاست سبيكرز عشان يجاوبوا على الاسئلة دي. السلام عليكم، انا دكتور خالد ديوان، انا بورد سيرتيفايد هيلث اند نيوتريشن كوتش، انا سيرتيفايد سبورتس نيوتريشن كوتش وسيرتيفايد في الطب الوظيفي والتغذيه الوظيفيه من جامعه A4M في امريكا، وحاليا بخلص الشهاده الثانيه والاكبر في الطب الوظيفي من IFM في امريكا. انا مروان العمراوي، سباح منتخب مصر، شاركت في اولمبياد ريو دي جانيرو 2016، طلعت الاول في بطوله العالم لغوص الانقاذ سنه 2018، خريج كليه صيدله جامعه اسكندريه. واكتر 3 اسئله جم واللي هنجاوب عليهم في الفيديو ده كانوا: اول حاجه، ازاي اتمرن قبل الفطار تمرينه تقيله من غير ما ادروخ او يغمى عليا؟ وتاني حاجه، ايه اكل ممكن اكله على السحور عشان اعلي الميتابوليزم او الحرق بتاع جسمي وانا صايم؟ واكتر سؤال اتسال من الناس كلها كان: امتى احسن وقت اتمرن في رمضان عشان اخس او ازود وزني او ازود العضلات في جسمي؟ وكمان ايه التمارين اللي اعملها لكل واحده من الحاجات دي؟ فأول سؤال هنجاوب عليه هو: ازاي اتمرن تمرينة تقيلة وانا صايم قبل الفطار من غير ما ادروخ او يغمى عليا؟ لما نيجي نتكلم عن التمارين في رمضان، لازم نقسم نفسنا احنا بروفيشنال ولا مش بروفيشنال. لو انت مش بروفيشنال، حاول تتمرن تمرينات خفيفة من 40 ل 60 دقيقة ماكسيمم. حاول تتمرن تمرينات ما تعليش فيها نبضك، زي الجري خفيف او حبل او يوجا او حاجات فيها استرتشات او اطالات للعضلات. ولو انت بروفيشنال، حاول تتمرن بالبروجرام اللي انت ماشي عليه. حاول تبقى تمرينك بعد الفطار بساعتين، ده الهاي انتنسيتي. اللي قبل الفطار خليه برضو تمرينات مش هاي انتنسيتي قوي، حاجات خفيفه، تقدر تفضل في البروجرام بتاعك على قد ما تقدر في رمضان. حاول في رمضان ما تبتديش تمرينات جامده على طول، جسمك بياخد 3 4 ايام لغايه لما يادابت على التمرينات الجامده. حاجه كمان تخلي بالك منها على السحور، تاكل كومبلكس كاربوهيدرات زي الشوفان والعيش البني. حاول على قد ما تقدر تشرب ميه من وقت الفطار لحد وقت السحور، ما تجيش قبل السحور وتشرب جرك ميه. وتاني سؤال، ايه احسن اكل ممكن اكله على السحور عشان اعلي الحرق بتاع جسمي وانا صايم؟ بص، هو المشكله ان مفيش اكل معين تاكله يسرق لك الحرق في ساعتها غير شويه حاجات يعني كده زي الشطه وزي القهوه وزي حاجات كده. بس لو بنتكلم حقيقي ان انت عايز حرقك يتحسن، فاكلك او نظام اكلك كله بالاكمل لازم يبقى متظبط من اول فطارك لحد سحورك. الصيام لوحده نعمه ان هو بيسرع لنا او بيحسن لنا الفات لوس، ولكن لما بتيجي بتفطر على نشويات كتير بنضيع ان احنا البنفيت بتاعه. فأحسن حاجة تعملها لو انت بتتكلم ازاي تعلي الحرق بتاعك عامة، حاجة منهم ان انت تقلل كم النشويات وتعلي البروتين بتاعك، يعني صدور فراخ، سلطة مع الفطار. البروتين في حاجة اسمها ثيرميك افكت، يعني لما بتاكلها جسمك بيحرق كالوريز كتير عشان يهضمها، فبالتالي يعني احسن ان انت يبقى اكلك فيه بروتين كتير. فالفطار يكون متظبط، تاخد سناك ما بين الفطار وما بين السحور، والسحور ما يبقاش مليان نشويات. يستحسن يبقى مثلا بيض، سلطه، ممكن جبنه قريش، نص رغيف عيش يعني، وخلاص كده، لكن ما يبقاش مليان سندوتشات وعسل وطحينه وكلام ده، لان السكريات دي هي اللي بتدمر الحرق. بس كده. وتالت سؤال، والسؤال اللي الناس كلها عايزه تعرف اجابته: امتى احسن وقت اتمرن في رمضان؟ هل قبل الفطار؟ هل بعد الفطار؟ وكمان انهي احسن وقت اتمرن فيه، سواء لو عايز اخس ازود وزني او ازود العضلات في جسمي؟ لو انت لسه بتبتدي وعايز ان انت تخس ومالكش اكسبيرينس او خبره كبيره في التمرين، يستحسن ان انت او احسن وقت ان انت تتمرن فيه يكون قبل الفطار. ممكن ان انت تكارديو، تجري نص ساعه، ساعه الا ربع، تتمشى ساعه، الحاجات دي هتساعدك على الحرق. وكمان ان انت ممكن تتمرن تمارين بادي ويت، يعني بجسمك، قبل الفطار بنص ساعة او بساعة، برضو تمرينة ما تعديش نص ساعة مدتها وتكون خفيفة، ده هيساعدك ان انت تخس.
طيب لو هدفك ان انت تزيد عضل او تزيد وزن، فمش احسن حاجة انك تعملها ان انت تتمرن قبل الفطار، بل بالعكس لو تمرينك ابتدى يبقى انتنس اكتر او في اوزان او ابتدى ان هو يبقى تقيل عليك، لا يستحسن ان انت تتمرن بعد الفطار، يعني تفطر وتتمرن وبعد كده تاكل وجبة كمان وبعد كده تتسحر. فجنرالي لو انت غرضك تزيد في الوزن او تزيد عضل، التمرين بعد الفطار يبقى احسن حاجة ليك. اول حاجة للناس اللي عايزة تخس في رمضان، احسن وقت اليوم هيبقى التمرين قبل الفطار بساعة، ده بيبقى ميتابوليزم فيه عالي جدا، ممكن تمرن تمرينات كارديو زي جري سايكلينج او نط حبل. تاني حاجة للناس اللي عايزة تزود وزنها او تجين ماسلز في رمضان، احسن حاجة تمرن بعد الفطار، تمرن تمرينات بالويتس او بالبودي ويتس زي كروسفيت، وحاول تقسم الفطار على وجبات صغيرة من الفطار لغاية السحور، ما تبقاش وجبة واحدة كبيرة. شكرا ليكم وشكرا دكتور يوسف للفرصة دي، الشغل ما شاء الله جميل، ربنا يوفقك يا رب. واللي عايز يعرف اكتر عن اللي انا بعمله او يشوف الكونتنت اللي انا بحطه ممكن يعمل لي فولو على الانستجرام خالد ديوان او على الويب سايت بتاعي خالدديوان.com. شكرا. شكرا جدا دكتور مروان ودكتور خالد ان هما كانوا معانا النهارده في الفيديو وجاوبوا على كل الاسئله. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب لليوتيوب شانل، لايك للفيسبوك بيج، وفولو للانستجرام اكاونت عشان تبقوا تسالوا كل الاسئله اللي عندكم. واهم حاجه لو حد سالك قول له الطب سهل.